وينضم معنا مراسل التغيير من البصرة مصطفى الشمري. أهلا بك مصطفى، وبداية ولليوم الثاني على التوالي وبعد انتهاء جولة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لتفقد المنافذ وتأمين الزيارة الأربعينية، ضعنا في هذه التفاصيل لجولات وزير الداخلية. نعم زميلتي، اليوم وزير الداخلية قد اختتم زيارته إلى منفذ صفوان الحدودي المطل على دولة الكويت. هذا المنفذ الذي يستقبل الزوار خاصة في هذه الفترة ما يقارب يعني يوميا أكثر من 1500 زائر خليجي وافد يدخل عبر هذا المنفذ، واليوم وصلت الإحصائية اليومية هي ما يقارب من 1500 إلى 2000 زائر يدخل إلى هذا المنفذ، وفي الأيام القادمة قد تتضاعف هذه الأعداد وقد تصل إلى 3000 مسافر يوميا. هذا المنفذ هو ليس فقط لدخول الزوار بل حتى دخول البضائع من هذا المنفذ، المواد الاحتياطية ومركبات العفش المستوردة المستخدمة تدخل عبر هذا المنفذ وتذهب إلى مزاد صفوان للمواد المستخدمة. بالنتيجة اليوم شاهدنا ورافقنا معالي السيد وزير الداخلية إلى زيارة منفذ صفوان واطلع على كافة الإجراءات، وأيضا هنالك انسيابية عالية وانسيابية كبيرة في هذا المنفذ من خلال تسهيل أمور دخول الوافدين من الكويت دخول إلى الأراضي العراقية. أيضا هنالك الفيزا الإلكترونية الخاصة بالخليجيين قد سهلت وبسطت من الإجراءات الروتينية التي ربما قد يتأخر الزائر إلى العراق. بالنتيجة اليوم هذا المنفذ ربما هو أصبح منفذا نموذجيا على مستوى منافذ العراق، لأنه من البنى التحتية متكاملة وأيضا تسريع الإسراعات في الإجراءات في هذا المنفذ، وأيضا لكن يبقى الزخم الكبير والزخم على منفذ الشلامشاه الحدودي الذي هنالك توقعات أن تصل دخول أعداد الزائرين يوميا في هذا المنفذ إلى أكثر من 60,000 مسافر يوميا. نعم، طيب مصطفى، بالنسبة للخطة الأمنية هل دخلت مرحلة التنفيذ بعد زيارة وزير الداخلية؟ نعم زميلتي، يعني الخطة الأمنية في البصرة بدأت منذ فترة طويلة وقبل دخولنا بأيام محرم الحرام، حيث القطاعات الأمنية في مدينة البصرة قد أنهت الخطة الأمنية المرحلة الأولى وهي المتمثلة بالعشرة الأولى من أيام محرم الحرام، والمرحلة الثانية تمثلت تأمين مواكب وتأمين طريق الزوار الذين ينطلقون من آخر نقطة في العراق هي منطقة رأس البيشة وصولا إلى مناطق شمال البصرة. وربما هذه الخطة الأمنية لغاية الآن هي قد نجحت، لا توجد أي خروقات في هذه الخطة الأمنية، والخطة الأمنية قد يعني بالتعاون مع قيادة عمليات البصرة والحكومة المحلية وقيادة شرطة البصرة وأيضا هيئة الحشد الشعبي بالإضافة إلى دار الصحة البصرة، الجميع متكاتف من أجل إنجاح هذه الخطة الأمنية. إذا نتحدث على مستوى الخطة الأمنية بتأمين طريق الزوار طريق المشاي من رأس البيشة إلى شمال البصرة، في مركز المدينة قد انتهت يعني مسير المشاية القديمة من رأس البيشة وأصبحت الكثافة هنالك في مناطق شمال البصرة، والخطة الأمنية تسري بوتيرة متصاعدة من أجل تأمين طريق الزوار. اليوم الوقوف على تنفيذ الخطة الأمنية مثل ما صرح به العميد مقداد ميري، ووقف على تنفيذ الخطة الأمنية ومتابعة الخطة الأمنية ومتابعة إن كان هنالك خروقات أو احتياجات تجاه موضوع تطبيق هذه الخطة الأمنية، ولكن لغاية الآن مدينة البصرة قد نجحت نجاحا كاملا بتأمين الخطة الأمنية بالتعاون مع كافة القطاعات الأمنية وأيضا بإشراف الحكومة المحلية في مدينة البصرة. نعم، طيب مصطفى، من الناحية الخدمية والصحية ما هي الخطط المعدة من أجل تأمين زيارة الأربعين؟ يعني إذا نتحدث عن زخم دخول الزائرين عبر منفذ الشلامشاء الحدودي فهنالك زخم كبير جدا، هنالك مواكب خدمية داخل منفذ الشلامشاء قد سمحت لهم هيئة المنافذ الحدودية بأن يتواجدوا داخل هذا المنفذ وأن يقوموا بإعطاء وتقديم خدماتهم إلى الزائرين خلال هذا المنفذ. الخطة الخدمية هنالك تعاون مشترك ما بين مديرية بلدية البصرة والبلديات وبلدية شط العرب وهيئة المواكب الحسينية في مدينة البصرة وأيضا دائرة صحة البصرة
من أجل خدمة الزائر. يعني اليوم عندما نتحدث عن دخول يوميا ما يقارب 60,000 زائر أجنبي إلى مدينة البصرة عبر هذا المنفذ، فهذه أعداد كبيرة جدا. هذا الزخم يعني يوما بعد يوم قد يتصاعد، تتصاعد وتيرة الزخم. ربما هناك توقعات أيضا أن تصل أعداد الداخلين إلى الأراضي العراقية عبر منفذ الشلامشة الحدودة أكثر من 120,000 زائر في اليوم الواحد. وأيضا حكومة البصرة المحلية ووزارة النقل قد خصصت باصات للنقل الخاص، وهذه الباصات قد تدخل إلى المنفذ الحدودي وتنقل الزائرين من منفذ الشلامشة إلى كربلاء المقدس. وأيضا قد وضعت الحكومة المحلية وأيضا اللجنة المشرفة على تفويج الزائرين الخطة العكسية أو التفويج العكسي بعودة الزائرين من كربلاء المقدس وصولا إلى منفذ الشلامشة الحدودي. ولكن أنا أتوقع أنه في الأيام القادمة سوف يصبح زخم كبير جدا على منفذ الشلامشة الحدودي، يعني بذلك بسبب توافد وتزاحم الزائرين من القادمين من إيران. نعم، كل شكر لك مراسل التغيير من البصرة مصطفى الشمائي.